بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ متابعينا مشاهدينا الأعزاء. تابعنا شوط الماضي، تابعنا شوط الصفصوف. مبارك بن سعيد بن حمرور العامري سجل دقيقة وخمسة واربعين ثانية. بسم الله وعلى بركة الله تعلن انطلاقة هذا الشوط الثاني للابكار. نسير مع المركز الأول، نسير مع البداية هنا مع المركز الأول. أرى الشرقية للسيد راشد بن خليفة بالمر النيادي، بينما انتقل الى المركز الثاني. المركز الثاني هناك أملولة سعود بن محمد بن ناصر الشامسي، بينما انتقل الى المركز الثالث. المركز الثالث وصلت البويضة، البويضة للسيد حمد بن سعيد بن مبارك المنصوري، بينما انتقل الى رابعة تحديات وصول مع المركز الرابع. هناك وصلت ايضا اللي هي الشاهينية محمد بن عبد الله بن سبعين المحرمي، هناك شعار سالم بن سعيد بن سالم بن دربش العامري، ولكن اكتفي بهذا القدر. اعود مع المقدمة، اعود مع الشرقية. الشرقية هنا، الشرقية مع المركز الاول راشد بن خليفة بن مر النيادي، من بدأ يذهب بالفوز والناموس، بدأ يقادر بالفوز والانتصار. تهانينا والناموس للسيد راشد بن خليفة بن مر النيادي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني، المركز الثاني وصلت ايضا هنا ايضا املوله للسيد سعود بن محمد بن ناصر الشامسي، وثالثا اتت ايضا الشاهينيه الاعلامي مشعل بن سالم الشمري. والتوقيت الزمني دقيقه ايضا و44 ثانيه، دقيقه 44 ثانيه و85 جزءا من الثانيه. تهانينا والناموس للسيد ايضا لصاحب الشرقيه راشد بن خليفه بن مر النيادي. تهانينا.